لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من علو العلو الارتقاء بين اصحاب قلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. من علو العلو الارتقاء بين اصحاب قلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في هذه الحصة الثانية من الحصص العملية للمجال الثاني. الحصة الأولى تطرقنا إلى تقدير قرينة الحموضة إي لأ. اليوم إن شاء الله عدنا تقدير قرينة التصبن إي لأس. عدنا تقدير قرينة التصبن إي لأس. بنفس الطريقة راح نمروا في التجربة كما عودناكم، نقرأوا المبدأ، الهدف، طريقة العمل، النتائج التجريبية، الحسابات إلى آخر. معناها هذو اللولين نتكلموا فيهم في بسرعة. بعد ذلك نشوفوا كيفاش نخرجوا قانون التصبن إلي أس، معناها برهان قانون تصبن إلي أس العملي. واضح؟ هذا هو اللي يهمنا اليوم كثير في التجربة. أول شيء، الهدف من هذه التجربة وهو تحديد قرينة التصبن إي لي أس لمادة دهنية أو زيتية، لمادة دهنية أو زيتية. ثانيا، المبدأ لتحديد قرينة التصبن، نعتمد هنا على تقنية المعايرة الخلفية. اتطرقنا في قرينة الحموضة أن المعايرة المباشرة، الآن عندنا المعايرة الخلفية ودرستها في السنة الثانية ثانوي، اتطرقت لها. حيث تتفاعل المادة الدسمة، كي تفهموا هذه الجملة الآن راح يجيكم شوية واضح، ماشي صعب. حيث تتفاعل المادة الدسمة مع فائض من أساس قوي من كواش كحولي مع التسخين، ويتفكك الأثر في وجود الكواش محررا ماذا؟ جليسيرول وأملاح الصابون. تعريف قرينة التصبن لازم نعرفوها، كما عرفنا قرينة الحموضة هي عدد الميليغرامات بالميليغرام من هيدروكسيد البوتاسيوم الكواش اللازمة لتعديل الأحماض الدهنية الحرة وتصبن الأحماض الدهنية المرتبطة على شكل أستر في 1 جرام من المادة الدهنية، قادر يكون دهن أو زيت. واضح؟ قلنا ودائما في التصبن راح نسطر لكم على كلمتين، قلنا اللازمة لتعديل الأحماض الدهنية الحرة هذه، وركز على كلمة وتصبن الأحماض الدهنية المرتبطة على شكل أستر، قادرة تكون على شكل ثنائي ولا أحادي ولا ثلاثي، قادر يكون مونوغليسيريد، قادر يكون ديغليسيريد، وقادر يكون تريغليسيريد. معناها وشكون الأحماض الدهنية الحرة المتشكلة، الأحماض الدهنية الحرة هذه مش المتشكلة. واضح؟ هذا اللي وش يقصد لك بكلمة و أو حرف و تجمل جمع. الآن لازم تفهموا التجربة تاعنا كيفاش راح تتم. التجربة تاعنا راح تتم في مرحلتين أو في تجربتين. المرحلة الأولى اللي هي التجربة رقم 1 تتم باستعمال المادة الدهنية، معناها راح نستعمل المادة الدهنية، وتمر كذلك هي بحالتين، المرحلة الأولى والثانية. قلنا راح التجربة الأولى نديروا المادة، شوفوا الفرقة، نديروا المادة الدهنية. التجربة الثانية بدون استعمال المادة الدهنية، شوفوا الفرق، بدون استعمال المادة الدهنية، بدون استعمال المادة، معناها ما نستعملوش بدون هالك، بدون سطر تحتها، وهنا باستعمال المادة الدهنية. هذا هو الفرق. واضح؟ التجربة الأولى راح قلنا باستعمال المادة الدهنية وتتمثل في مرحلتين. هما أول شيء واش راح نديرو؟ راح نديرو عملية التصبن، أي معناها راح نسخنو، راح نديرو كمية من المادة الدهنية نوزنوها، قلنا تصبن، معناها نديرو كمية من المحلول الكحولي اللي هو البوتاس الكحولي اللي هو الكاواش، نضيفوها مثلا كي شافوا كيفاش ندير، ندير هنايا دورق أو إيرلين ماير، ندير فيه كمية اللي هي أم منين تساوي كمثال 2 غرام من الزيت كمثال، ونضيفوا له الكواش بزياده، معناها نركبوا المكثف. راح نشوفوا الان تجربه، راني نشرح بصفه عامه، نركبوا المكثف ونقوموا بالتسخين، راح يتفاعل لك الكواش مع الماده الدهنيه وتتبقى لك كميه من الكواش، هذيك اللي تبقى لك
هذيك هي الفائض نعايروها باش نعايروها بالار سي ال. هانا شوفوا واش قلنا، قلنا تصبن عينه من الماده الدهنيه. واش معناتها تصبن؟ معناها راح نقوم بعمليه التسخين بفائض من محلول كحولي من البوتاس، وذلك بالتسخين المزيج لمده 45 دقيقه فتحدث التفاعلات. خلينا التفاعلات الثانيه راح نشوفوها الان بعد، معنى هذه نحذفوها. بعد ذلك المرحله الثانيه واش معناها؟ هذاك راح نعايروا البوتاس المتبقي اللي هو كان بالفائض، باش نعايروه؟ نعايروه بمحلول قياسي من RCL، معناها راح نعايروا الكواش قاعده قويه بحمض قوي. لذلك نستعملوا الفينولفطالين، بما انه قاعده قويه مع حمض قوي راح نستعملوا الفينولفطالين ككاشف او كملون. التجربه الثانيه واش راح نديروا؟ ما نستعملوش الماده الدهنيه، وانما نعاير مباشره. راح ندو نفس الحجم من الكواش، ديت هنا كمثال 30، ندو هنايا 30 ملل، ثم نعايره باش نديرو كميه من الفينولفطالين ونعايره باش بحمض قوي اللي هو الار سي ال، وندو في نسموه في 2 من الار سي ال، هنا نسموه في 1 من الار سي ال، او نسموه في 0 في توتال، ما يهمش هذا كروموز. الان شوفوا هذه قلت لكم حوصله بصفه عامه واش راح نديروا في التجربه. الان اكيد راح نشوفوا الادوات المواد المستعمله، راح نستعملوا زيت الزيتون محلول كحولي بالكواش نظامية تاعه 0.5 نظامي دو 25 لتر، محلول مائي من الار سي ال تركيزه 0.5 نظامي، الكاشف الملون وهو الفينولفطالين، وربما نستعملوا كذلك ماء مقطر. واضح؟ الادوات ايرلن ماير مخبار مدرج سحاحة حامل قمع زجاجي حمام مائي ساخن حتى الغليان وميزان حساس. هذه بالنسبة للأدوات والمواد المستعملة. الآن طريقة العمل، شوفوا معنا قبل كنت أشرح بصفة عامة، الآن راح نشرحها بالتفصيل. أول شيء قلنا التجربة الأولى تمر قلنا بمرحلتين، التجربة الأولى تمر بمرحلتين، هاي المرحلة الأولى اللي هي واش قلنا؟ رايحين نقوم بعملية التصبن اللي هو التسخين. واش نديرو؟ نوزنوا 2 غرام، نوزنوا 2 غرام من المادة الدهنية ونديروها داخل الايرلن ماير، نضيف اليها 25 ملل من محلول كحولي اللي هو الكاوار 0.5 نظامي، نضيف لها 0.5 نظامي. هذا في الانبوب او في الايرلن رقم 1. بعد ذلك هذا في المرحلة الاولى، بعد ذلك واش نديرو؟ راح نركبوا المكثف هاليك، نركب على الايرلن، راني شفت راني ندير لكم بالتفصيل بالرسومات معناها باش تفهموا مليح. نركب على الايرلن ماير مبرد، هذا معناه كي نحب نكتب البيانات هذا عباره عن ماذا؟ مبرد. هذا هنا خروج الماء، هنا هذا انبوب تاع دخول الماء، هذا هو ايرلن ماير، هذا حمام مائي هكذا، هذا حامل، هذا كذلك اللي نحطوا فيه الحمام المائي باش فيه على شكل كيما نقولوا هذا يقدر يطلع يقدر يهبط، حنا نتحكموا فيه كل كليك يطلع ويهبط هكذا. قلنا واش نديرو؟ نضع هذا المزيج، هنا كاين داخل مزيج، واش فيه المزيج؟ فيه نكتبها بلون مغاير 2 غرام من الزيت او ماده دهنيه ما يهمنيش، زائد ماذا؟ زائد 25 مليلتر منين من الكواش الكحولي. نقولوا الكواش الكحولي علاش؟ نضيفوا له الايثانول اثناء التحضير، نحضروه باستعمال الايثانول، علاش؟ باش يذوب لك الماده الدهنيه، دور الكحول هنا باش يذوب لك الماده الدهنيه. ونقدروا نستعملوا كذلك هنا حجر خفان، يعني ما كتبتهاش هنايا في الاداء المواد، نكتب نقدر نكتبها هنايا، هاديك هنا نكتب حجر خفان. دور الحجر الخفان هنا واش يواسي؟ يجالس لك الحراره، كي يعود يسخن يتحرك هنا. شوفوا مثلا كي نديروا هنايا، كي نديروا حجر خفان هنا ونتاعو اسود هذاك حجر بركاني، كي يبدا يسخن المزيج يبدا يتحرك، كي يتحرك معناها يجالس لك الحراره في كل مكان. بعد راح نكتبوا دور تاع حجر الخفان في الاخير في حل الاسئله. واضح؟ قلنا نترك ونغلقوا هنا باستعمال سداده، هنا هاي راح تكون سداده هنايا، هاي راني ندير باللون مثلا احمر هاي، هنا راهي كاينه سداده باش ما تخرجش الحراره. الان اثناء استعملنا مكثف ارتدادي باش نحافظوا على المزيج، لما يطلع احنا بالتسخين يطلع المزيج هنا يتلقى مع هذون المكثف الارتدادي اللي هو هذه الكافات،
تعاود ترجع المزيج الى الاسفل، لذلك نستعمل المكثف الارتدادي. قلنا كما هو موضح في الرسم، في نهاية عملية التصبن يصبح المزيج او نضع المزيج في يصبح المزيج في الأرن متجانس وشفاف دون قطرات زيتية، معناها تم التفاعل، واضح؟ تم التفاعل بين الكواش الكحولي والمادة الدهنية. الآن بعد ذلك وش ديروا؟ المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية الآن قبل هذا الشيء، لو كان نرجعوا هنا درنا الكواش، قلنا الكواش بزيادة، معناها راح تتفاعل كمية وتتبقى لك كمية، معناها آن تاع الكواش كي نحبوا واش معناها المتفاعل واش يساوي لك؟ يساوي لك آن ابتدائي تاع الكواش ابتدائي ناقص آن تاع الكواش وشكون متبقي. هذا المتبقي هو اللي نديروا عملية المعايرة. باسكو علاش كاين اللي يتسائل يقول لك استاذ علاش نعايروا المتبقي؟ باش نعرفوا الحجم نتاعو. الهدف هنايا باش نعايروا باش نعرفوا الحجم نتاع الكواش، لانك مستحيل تعرف الحجم نتاع المتبقي هنا، خلاص لازم نعايروه باش نعرفوا الحجم المتبقي. الان نجري معايره، راح نجرو نديروا عمليه المعايره للبوتاس. شكون عفوا البوتاس؟ هذا المتبقي اللي هو الفائض اللي كان بالفائض داخل الصابون الساخن بمحلول مائي من نيت بالاش سي ال، راح نعايروه بالاش سي ال. معناها واش نديرو؟ هذا المزيج باش نعرفوه نفرغوه في ايرلن ثاني، نشدو هنايا نفرغوه في ايرلن ثاني. كي نفرغوه في ايرلن ثاني نديرو له قطرات منين؟ نخلو حتى يبرد شويه، ومن بعد نديرو قطرات من الفينول فطرين. واش يولي اللون تاعو؟ يولي وردي بنفسجي فاتح. انا غير ضفنا قطرات ضبط، معناها نعاير الفائض من البوتاس المتبقي باش بالاش سي ال، وذلك باضافه قطرات من الفينول فطالين يصبح لونه وردي بنفسجي فاتح. ثم نضعه على خلاط مغناطيسي، هنا يكون عندكم الخلاط المغناطيسي هذا، ونديروا مغناطيس ونديروا عمل. حنا غير نديروا الفينول فطالين يكون اللون تاعو قلنا وردي بنفسجي، بعد ذلك نبدا نعاير بالاش سي ال. كي نعايروا بالاش سي ال حنا غير نشوفوا تغير اللون من الوردي الى الشفاف نغلق، معناها نوقف هنا، نوقف الاش سي ال او التسحيح لما يتغير اللون من الوردي، الوردي الى الشفاف، ونقرا في نسموها في واحد اش سي ال، في واحد اش سي ال. التجربه هنا نقدروا نديروها ثلاث مرات، نكررها ثلاث مرات باش نديو في موايان باش تكون الارتيابات ماشي بعيده، خلاص. هذه التجربه الاولى. واش قلنا؟ نديروا الماده الدهنيه، هذه بوجود الماده الدهنيه، نديروا الماده الدهنيه وندير لها 25 او عفوا نديروا كميه اي 25 متر من الكواش، معناها بزياده. بعد ذلك نقوم بعملية التسخين لمدة 45 دقيقة في حمام مائي. بعد 45 دقيقة راح تتفاعل لك كمية من الكواش وتبقى لك كمية، واضح؟ الآن راح باش نعرفوا الكمية اللي تبقات لنا من الكواش لازم نديروا لها عملية معايرة باش بالاش سي ال. واش نديروا؟ نفرغوا هذه الكمية في ايرلن ماير باش تبرد نتاع هذيك المادة اللي درناها عملية تصبن. نضيفوا لها قطرتين منين؟ من الفينول فطالين يصبح اللون وردي بنفسجي فاتح. بعد ذلك نديروا هذه المعايره باش بالاش سي ال، غير يتغير اللون من الوردي الى الشفاف يصبح عدم اللون، نوقف التسحيح. التجربه نديروها ثلاث مرات ونسجلوا في واحد اش سي ال. هذه التجربه بوجود الماده الدهنيه بنفس الطريقه. الان واش راح نديروا؟ التجربه الثانيه اللي هي التجربه الشاهده. هنا ما نديروش عمليه التسخين. علاش ما نديروش عمليه التسخين؟ لانها ما عندناش الماده الدهنيه، عندنا مباشرة. واش نديرو؟ نديرو كمية من البوتاس الكحولي، نفس الكمية اللي هي 25 ملم، نضيفو لها قطرتين من الفينول فطالين، واش يولي اللون تاعها؟ وردي بنفسجي فاتح. الآن واش نديرو لها؟ نديرو لها عملية المعايرة بالآش سي آل، غير يولي عادم اللون، نوقفو ونقراو في 2، في 2 تاع من تاع الآش سي آل. نديرو التجربة ثلاث مرات، معناها عندك في 2
فتحة وبعد في اثنين فتحتين وبعد في اثنين ثلاث فتحات ونحسبوا في مواية اثنين ونلقاها ونسجلوها في نتائج. معناها التجربة الأولى بوجود المادة الدهنية درنا عملية التصبن، التجربة الثانية ما درناش عملية التصبن وإنما درنا مباشرة المعايرة، معناها لا عدنا معايرة مباشرة. أما في التجربة السابقة عدنا المعايرة غير مباشرة، عندك حجم مجهول مش نعرفوه، لازم نديرو حجم، لازم نديرو معايرة ونعرفو المتبقي. هذه درناها المعايرة غير الخلفية درناها في السنة الثانية. الآن بعد ذلك النتائج التجريبية تسجلوا في واحد بالنسبة للتجربة بوجود المادة الدهنية، هذه الأولى، وهذه الثانية بغياب المادة الدهنية. معناها نسجلوا في واحد نتاع الـ HCl ونسجلوا في اثنين ونسجلوا في ثلاثة ومن بعد نسجلوا في مويان نسموه واحد نتاع الـ HCl. نفس الشيء نسجلوا في واحد ونسجلوا في اثنين ونسجلوا في ثلاثة وشنو نتاع الـ HCl، بعد ذلك نسجلوا في مويان نتاع من؟ نسجلوا في مويان نتاع اثنين، ارمص لهنا في اثنين، معناها نسموها في اثنين HCl، وهذه سميتها في واحد HCl. واضح؟ هذه النتائج. أنا ما درتش النتائج لأنني بعد راح أخليكم القانون بصفة عامة. بعد ذلك كي تكون عندكم نتائج تعوضوا القيم فقط، تعوضوا القيم فقط. واضح؟ هذه بالنسبة للنتائج. الآن ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ الأسئلة. السؤال الأول طلب منا تقريبا نفس الأسئلة اللي كانت في قرية الحموضة، نفس الأسئلة نفس الشيء. وش يتغير؟ يتغير قانون، قانون التصبر. واضح؟ قانون التصبر. سؤال أول، ما هو المذيب أو من هو المذيب المناسب لإذابة المادة الدهنية ولماذا؟ أعطي البروتوكول التجريبي، لماذا تم استعمال كاشف الفينولفتالين؟ وزيدكم سؤال هنا زائد ماذا؟ سؤال ثاني، ما هو دور حجر الخفان؟ ما هو دور حجر الخفان؟ السؤال اللي بعده، اكتب التفاعلات الحادثة في التجربة رقم واحد والتجربة رقم اثنين، أعطي قانون قرية التصبن إلي أس ثم أحسب قيمته. أعطي قانون قرية التصبن إلي أس ثم أحسب قيمته. واضح؟ هذا بالنسبة للأسئلة. إحنا الآن في إعطاء قانون التصبن، نعطيكم القانون حساب قيمتها، ما عدناش النتائج، ما عدناش النتائج. قادر كنت قادر أجيب لكم نتائج هكذاك وهمية والله ونحسبوا بها بصح، لا عادي ثم يكون عندكم القانون وتعرفوا تبرهنوا القانون، هذا هو الصح. واضح؟ الآن ابقوا معنا بطروحوش لأننا نحن ندخلوا في المفيد اللي هو خاصة في إعطاء القانون. هذا السؤال مهم، هذا السؤال خلينا نديرو نسطر عليه باللون أحمر، هذا السؤال مهم اللي هو أعطي قانون التصبن إلي أس، هذا راح نديرو في إطار هذا. بعد لازم مكانش طالب يبقى ما يعرفش يبرهن القانون، مكانش طالب ما يعرفش يبرهن القانون. واضح؟ إذا خلكم معنا ما تروحوش بيت. الآن سنشرع في الإجابة حول الأسئلة المطلوبة. السؤال الأول، ما هو المذيب المناسب لإذابة المادة الدهنية؟ وهو الكحول الإيثيلي أو الإيثانول، لأن الزيت أو لأن منش كتب لأن هنا مليح، لأن الزيت أو الزيوت لا تذوب في الماء وإنما تذوب في المذيبات العضوية، لذا نستعمل الإيثانول، ويعتبر الإيثانول مذيب جيد للمواد الدهنية، وذلك بوجود التسخين كذلك. هذه شفناها في قرية الحموضة كان كذلك السؤال الأول. السؤال الثاني وهو البروتوكول التجريبي، هذه شفناها في التجربة. البروتوكول التجريبي كان عندنا في البداية اللي هو درنا المادة الدهنية سخر وضفنا لها الإيثانول أو الكواش الكحولي بالفائض، ودرنا حجر الخفان، درنا المكثف الارتدادي مع التسخين، ثم عايرنا الفائض من البوتاس بعد إضافة قطرتين من الفينولفتالين ودرنا عملية المعايرة. هذا هو البروتوكول التجريبي اللي كان هذه التجربة. لو يطلب التجربة الشاهدة راح يكون عندكم غير هذه فقط، التجربة الشاهدة معناها معايرة فقط مباشرة المعايرة. الآن لماذا استعمل كاشف الفينولفتالين؟ المعايرة احنا درنا فيها تمت بين قاعدة قوية اللي هي الكواش، نعرفوا باللي الكواش قاعدة قوية، مع حمض قوي اللي هو الـ HCl. أكيد كي درنا قاعدة قوية مع حمض قوي
راح يكون اللون وردي باستعمال لذلك استعملنا الكاشف اللي هو الكاشف المناسب لأنه هو الكاشف المناسب لهذه المعايرة بين قاعدة قوية وحمض قوي. استعملنا في نرفتين، في البداية راح يكون اللون وردي في الوسط القاعدي، لما يصبح في الوسط الحمضي راح يصبح وشنو؟ شفاف. شفاف واضح؟ راح يكون شفاف. أما ما هو دور حجر الخفان؟ وهو تنظيم الغليان، تنظيم الغليان. واضح؟ بعد ذلك السؤال المطروح وهو كتابة التفاعلات الحديثة في التجربة. التجربة الأولى درنا عملية تصبن أحماض الدنيا، معناها راح يكون ثلاثي جليسيريد مع ثلاثة كاواش، يعطي لك الجليسيرون مع صابون سائل اللي هو ها حسب المعادلة. التفاعل الثاني وهو تصبن أحماض الدهنية الحرة، تصبن أحماض الدهنية الحرة هذه كانت فاش في التجربة الشاهدة اللي هو حمض دهني زيت بوتاش، بوتاس يعطي لك ماذا؟ صابون سائل بوجود الماء. أما بالنسبة للتجربة الأخرى وهو التعديل، واش درنا؟ درنا الـ HCl في المعايرة، هذه في المعايرة HCl زائد ماذا؟ زائد الـ KOH، هذه معادلة التعديل. واش يخرج لك؟ يخرج لك KCl زائد الـ H دوزو، هذه تعديل قاعدة قوية مع حمض قوي يعطي لك شكون؟ ملح معتدل. ملح معتدل هذه شفناها في السنة الثانية، ملح معتدل. قلنا والكاشف المناسب وهو الفينول فتالين. الآن السؤال اللي بعده وهو قانون قرينة التصبن، قانون قرينة التصبن، تبعوا معنا مليح مليح. الآن راح نجيب القانون، الحسابات ما نحسبوهمش وسهل وكل شيء يصبح سهل. أول شيء كان عندنا احنا القانون، عندنا انطلقنا من مادة دهنية أم، مادة دهنية اللي هي رمزتها هكذا تقابلها لك شنو؟ أم منين؟ من الكاواش. بصعوا شنو؟ بالمليغرام، أنا نضربه في 10 قوة 3، وعدنا 1 غرام تقابلها لك إي لي أس. يستلزم لك أنه إي لي أس وش يساوي لنا؟ نفتحوا خط كسر، وش عندك؟ عدنا 1 غرام في الكتلة، نكتبها بلون مغذي الكتلة، أيوة في قلنا الكتلة أم كاواش لأنها هي اللي نحوس عليها ذاك الآن، في 10 قوة 3 نقسمه على الكتلة نتاع المادة الدهنية. هذه الآن نديروها في إطار، ما هوش هذا هو القانون النهائي، بالك تقولوا هذا هو القانون النهائي، لا مازال دوك اللي عندنا مشكل وراه راهي الكتله هذه ام، عفوا الكتله ام هذه لازم نجيبوها، هذه الكتله نديرها بلون في اطار اخضر، هذه لازم نجيبوها. كيفاش نجيبوها؟ حنا وش عايرنا؟ عندنا تجربه شاهده، تبعوا معايا مليح، عندها التجربه الشاهده، عندك في 2 تاع الاش سي ال. وش عايرنا يخي؟ عايرنا الان HCl، عفوا الان نتاع الكاواش، عفوا عايرنا الكاواش باش بال HCl، معناها ان كاواش يساوي لك ان عند التعديل HCl. هذه نديرها في حاضنة، هاي اللي في اطار، واضح؟ ايوا. عندنا التجربه الاخرى الاولى وش عايرنا؟ عايرنا الفائض منين؟ من البوتاس. التجربه الاولى، وش درنا فيها؟ معايرة الفائض من الكاواش. وش معناها؟ كان عندنا آن نتاع الكاواش شكون؟ اللي هو المتفاعل، وش يساوي لك؟ يساوي لك آن نتاع الكاواش هذا الابتدائي، هاي نكتب بالعربية باش ما تخلطوش، ناقص ناقص ماذا؟ ناقص ان نتاع الكاواش شكون؟ المتبقي. هذه كذلك نديرها الان في اطار، هاي راح نديرها في اطار، عفوا لحظه، راح نديرها في اطار هاي لك. هاي والله نفتحوا صفحه جديده، تشوفوا وين وصلنا. قلنا وصلنا لهذه القاعدة القانون،
هو ان متفاعل. انا اللي يهمني المتفاعل، يسوي لك ان ابتدائي ناقص ان متبقي. هذو كامل تعمل تاع الكاواش، تاع الكاواش، تاع الكاواش. ايوا الان عندنا احنا حسب المعايره الخلفيه ان كاواش واش يساوي لك؟ ان اش سي ال، هذه لقيناها في البدايه. واش تساوي لك؟ تساوي لك التركيز تاع الاش سي ال في الحجم نتاع لقيناه تاع الاش سي تاع الاش سي ال. ايوا وتساوي الحجم تاع الاش سي ال هو الصح كاع في الحجم هذا، عفوا الحجم هذا تاع الاش سي ال. خلاص معناها نفس التركيز ما تغيرش لا في التجربه الشاهده ولا في التجربه الاولى، التجربه الاولى او التجربه الثانيه. معناها عندنا التركيز تاع الاش سي ال خلوه هكا. واش يبقى لك؟ بقى لنا المشكل في الحجم نتاع الاش سي ال. عندنا التجربه الشاهده رمزنا لها في 2 والتجربه الاولى رمزنا لها في 1، هذه الشاهده وهذه الاولى اللي بوجود الماده الدهنيه. معناها حنا نديرو في 2 ناقص في 1، هذه نسميها رقم 1. وعندنا كذلك ان نتاع الكاواش، واش يقدر يساوي لك؟ يساوي لك كتله نتاع الكاواش على من؟ على عدد المولات او الكتله الموليه نتاع الكاواش، عفوا على الكتله الموليه نتاع الكاواش. حنا نحوسوا على الكتله هذه، واش تساوي لك؟ يستلزم لك انه ام نتاع من؟ نتاع الكاواش. واش يساوي لك؟ يساوي لك عدد المولات نتاع الكاواش في الكتله الموليه نتاع الكاواش. واضح ولا ماشي واضح؟ خلاص حنا لقينا باللي تبع معايا، حنا وصلنا الى عدد المولات تاع الكاواش يساوي لك الى هذه. معناها نقدر نحطوا هذه، هذه نحطوها تساوي لنا هذه العباره. معناها واش تولي عندكم؟ تولي عندكم ام تاع الكاواش واش يساوي لك؟ يساوي لك التركيز تاع الاش سي ال هكذا في الحجم 2 ناقص في 1، حجم في 1 هذه تاع الشاهده، في 2 تاع الشاهده راني كتبتها هنايا، هاي وراي هاي راح نسطر عليها بالاحمر، هذه الشاهدة وهذه الأولى. الآن خلاص مضروبة في الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع الكاواش. علما أن الحجم هنا بشره بالمليتر وهنا التركيز باللتر، معناها نحولوه إلى ماذا؟ إلى اللتر، معناها نضربه في 10 قوة ناقص 3. لقينا العبارة ولا ما لقيناهاش؟ لقيناها العبارة نتاع آم. هاي وراها. الآن هذه العبارة نروحوا وين نعوضوها؟ نعوضوها في عبارة اي اس. حنا واش نشوفوا اي دي اس وين وصلنا؟ اي دي اس يساوي لك 1 غرام ما نكتبهاش، يساوي لك الكتلة نتاع الكاواش في الكتلة المولية، عفوا في 10 قوة 3 نقسموها على من؟ على الكتلة نتاع المادة الدهنية. خلاص الكتلة هذه عندك ولا ما عندكش؟ هي هذه نفسها كامل، نحطوها في بلاصتها، يستلزم لك اي لي اس واش يساوي؟ نفتحوا خط كسر. ايوا واش تساوي لنا؟ نكتبوا باللون الاحمر احسن. تساوي لك التركيز، عفوا تساوي لك التركيز تاع الاش سي ال هكذا في الكتله الموليه تاع الكاواش هكذا في الحجم في 2 ناقص في 1 في 10 قوه ناقص 3 في 10 قوه 3. معناها هذه مع هذه يروحوا نقسمها على من؟ على الكتلة نتاع المادة الدهنية. كيف يصبح لنا القانون اي لي اس؟ واش يساوي لنا؟ راح يصبح القانون يساوي لنا هذا اللي هي، عفوا نكتبوها نسطروا احسن بالمسطرة، يساوي لنا الى ماذا؟ الى هذه اللي هي نكتبوه بلون ازرق اللي هي التركيز تاع الاش سي ال في الكتلة المولية نتاع الكاواش في الحجم في 2 ناقص في 1 نقسموها على الكتلة نتاع المادة الدهنية. هذه نديروها في إطار، الإطار نجبدوه من هنايا ونديروه واضح اللي هو هذا، ها هو الإطار. خلينا نطلعو باش تشوفوه مليح. كي نحبوا نعوض الكاواش الكتلة المولية بستوكسي يصبح اي لي اس، هذا يصبح اي لي اس. التركيز شحال تاع الاش سي ال هنايا؟
هنا عطاها لك الصفر، احنا خلوها بصفة عامة، خلوها اللي هي اللي هي تركيز تاع ال اتش سي ال في الكتلة المولية اللي هي 56 في الحجم في 2 ناقص في 1 ونقسموها ايوه على من؟ على الكتلة نتاع المادة، عفوا تاع المادة الدهنية. هذه نديروها في إطار ثبتناها ولا ثبتناهاش، علما هاي لك في واحد هو حجم نتاع من؟ نتاع التجربة الأولى، في اثنين حجم نتاع الاش سي آلة، حجم الاش سي آل التجربة الشاهدة. هنا وكان نفرضوا بلي ما عندناش تجربة شاهدة، معناها في اثنين يولي ما عندكش، يولي عندك غير في واحد، معناها نديرو مباشرة في، واضح؟ نفرض أن التجربة الشاهدة ما عندكش، وهذه طرحت في البكالوريا تاع 2007 على ما أظن احتياطي، ما عطالكش التجربة الشاهدة، بصح عطالك التجربة الحجم تاع في واحد وفي اثنين، نتاع بصح وشنو تاع الأر سي إل، معناها نديرو في اثنين ناقص في واحد، بصح ماشي تاع التجربة الشاهدة، واضح؟ زيد التركيز الأر سي إل في هذه الحالة يساوي لك 0.5 مول على اللتر، هو لو يعطيك بالنظامي يصبح نفسه لأنه عدد تكافؤ واحد، واضح؟ هذا هي القانون أو عبارة ماذا؟ قرينة التصبل. طلب حسابها نعوض الفي، شحال عندك؟ في واحد شحال عندك؟ التركيز شحال عندك؟ والكتلة شحال يعطيها لك؟ نفرض الكتلة يعطيها لك مثلا 2، التركيز نتاع سي اتش سي ال يساوي لك 0.5 مول على اللتر، نفرضوا باللي في 2 تلقاها 30 فاصل كذا وفي 1 تلقاها 5 فاصل كذا، وتحسب وتلقى اي لي اس تاعك شحال تساوي، واضح؟ هذه هي كيفاش خرجنا اي لي اس تجريبيا. في اخر تجربة هنا الخلاصة، قارنة او قرائن زيت الزيتون تعطى بهذا الشكل، اي لي ا قارنتها بهذه، اي لي اس هذه كنت حسبت لكم بهذا الشكل تقريبا، وهي محصوره بين 188 او 187 الى 196، اي لي او كذلك محصوره، هاي لك هاي محصوره هنا، معناها كي تلقاها هنا معناها متطابقه هكذا، هذه باش تحب تقارن النتائج نتاعك، واضح؟ نتمنى الدرس او العمل هذا يكون وصل. كي تتعلم كيفاش تبرهن قانون اي لي اس تقدر تحسبها بكل سهوله، ما تتعلموش تحفظوا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.